ما هي المشاريع الجديدة ضمن خطتكم ل 23 أستاذ نعم. جمعة؟ نعم، احنا مستمرين بمعالجة التآكل في ضفاف شط العرب، وهاي طبعا شغلة وطنية نحافظ على حدودنا ونحافظ على انحراف خط التالوك، فقاعد نشتغل معالجة التآكل بواقع 5.5 كيلومتر. نعم. وعندنا بعد كيلو وين، وعندنا بعد 200 كيلو إن شاء الله ننفذها هذا العام. متى بدأتم بالعمل؟ يعني بدأنا منتصف العام الفائت. شكد يستغرق الوقت؟ يعني هسه نسبة الإنجاز 80%. نعم. 80%. وحضرتك تقدرين تطلعون وتشوفون العمل، عمل جبار وعمل منفذ بصورة جيدة جدا. لو نوضح للمستمع والمشاهد آلية معالجة التآكل شلون تتم؟ معالجة التآكل أول شيء نحفر منسوب ناقص واحد ونخلي أقفاص قابيون مليانة بالحجر بعرض 4 متر، بعدين نصعد 3 متر، بعدين 2 متر، بعدين 1 متر، بعدين نسوي رمي حجر وخلف الأقفاص القابيون سبيس وقبعة، يعني كل الإجراءات كفيلة تحد من التآكل في ضفاف شط العرب، وهاي مسألة قومية وطنية نحافظ على حدودنا الإقليمية من التآكل وضياع أجزاء من أراضينا. من أي منطقة تبدأ وإلى يعني أي منطقة تنتهي؟ إحنا قاعدين نشتغل هسه في قضاء الفاو في قاطع كوت عقاب والمخراج. نعم. ما هي المشاريع الأخرى أستاذ للحفاظ على البيئة؟ عندنا مشروع معالجة التآكل من العام بدأ، مشروع الطريق الساحلي المؤدي الى المحاذي الى شط العرب طول 96 كيلومتر، وتقوم مساعدتنا عده وزارات، وزاره الدفاع، وزاره النفط، وزاره هذا العام الماضي تحدثنا فيه المحافظه. نعم نعم، مستمرين بالاعمال مالته لانه مشروع ضخم وبعده عبارات وعده جسور والعمل مستمر به. هذا اهتمت المباشرة بيستر؟ هي مباشرين بي من العام، وهذا يجنبنا التهريب والتسلل، وهي سدة حدودية أمنية لها جانب أمني وسياسي واقتصادي وسياحي، والحمد لله الوزارة مستمرة في هذا العمل وتخصيصاتها متوفرة والحمد لله ماشي. إلى نسبة إنجاز حاليا لو بعد؟ نسبة إنجاز أكثر من 65%. جيد، يعني واصلين مرحلة متقدمة من العام الماضي. نعم نعم نعم. بالنسبة لمعالجة التجاوزات، ما هي التجاوزات اللي رصدتوها غير مثل ما تحدثت حضرت قبل شوي بحيرات الأسماك المتجاوزة وزلتوا 95 تجاوز، هل هناك تجاوزات أخرى من شكل آخر؟ نعم نعم، أكو مضخات غير مجازة، أكو مضخات تفوق القدرة الحصانية، إذا هو الأرض مالته مثل 6 حصان وخلي 20 حصان شلناهم وأجبرناهم على أنه شنو المكتوب بالإجازة مالته يخلي مضخة مالته. نعم. على مود نحد من ظاهرة الهدر بالمياه. أكو تجاوزات على محرمات الأنهر، شلنا محرمات الأنهر، أكو تجاوزات منافذ غير رسمية دفناها، ومستمرين يعني برصد التجاوزات. قواطعنا بكافة الشعب الموارد المائية مستمرة، عندنا نظام مراشنة جانب أيمن وجانب أيسر في قضاء المدينة وقضاء القرنة لتقليل هدر المياه وإيصال الحصة المائية لمحافظة البصرة.